بالدعوة لمسيرات بكرة إن شاء الله الجمعة للاتحادية. أخونا أحمد كامل هيقول لنا البيان اللي بيوجه الدعوة لجماهير الشعب المصري من عدد من القوى السياسية والثورية، وأخونا بلال من حزب المصريين الأحرار هيقول لنا خريطة مسيرات بكرة. كنا نرفض العنف منهجا وأسلوبا للثورة، إلا أننا نؤكد أن هؤلاء الذين يمارسونه دفعوا إليه كرد فعل على سياسات النظام الساعية لسرقة الثورة لصالح جماعة الإخوان وسلطتها، وكرد فعل على استمرار سياسات الأمن والشرطة في مواجهتهم بالعنف والقمع وإسالة المزيد من دماء المصريين وشهدائهم. فإننا نحمل الدكتور محمد مرسي وجماعته وحكومته مسؤولية العنف الجاري الآن في مصر ومسؤولية دماء المصريين التي تسيل بسبب سياساته، بدءا من أحداث الاتحادية ومرورا بقتل شهدائنا في بورسعيد والإسماعيلية والسويس.